على إذاعة إيت راديو. سيداتي آنساتي وسادتي، هذا المشموم تيست، نجربوا معاكم، تأكدوا معاكم عندكم الشكوك في العلاقة، نعيطوا نجربوا. أحمد، شخبارك؟ وشي بخير؟ الله يحفظك. لا يخصك أخويا مومو. جمال الله، كلشي بخير، عائلة، الحمد لله خويا، بارك الله فيك. مرحبا خويا أحمد، بغيت نجرب ملاك. مرحبا خويا، نهار كبير خويا، بغيت نجرب ملاك. هذه 7 شهور أنت معاها؟ لا، هذه 5 سنين. 5 سنين؟ الله يكرمك بالخير. 7 شهور أنتم مخطوبين، الله يكرمك بالخير أخويا. إيوا، علاش المشموم تيست؟ خويا مش ممتاز، بغيت نديرو على قبل، كان مؤخرا كان وقع واحد المشكل وكنا تفارقنا. تفارقنا شي 3 شهور تقريبا. واو. شي 3 شهور، وكان السبب شويه دخل شي العائله ديالها وشويه ماشي هو هذاك. قبل الخطوبه ولا وسط الخطوبه؟ لا، من ورا في الخطوبه، صدرنا الخطوبه وفات الخطوبه. كنا كنبريباريو زعما باش نديرو لاكتون. ومن بعد اخويا وقع داك المشكل صافي، بحال اللي قلت انا حسيت بواحد شي حوايج ماشي هما هذوك، سمعت شي حوايج ماشي هما هذوك، تزيرت عرفت وانا نرجع للور. حكم حتى هي هضرت معاها وحتى هي ما قنعتنيش بشي حوايج اللي بقيت مضرور من الداخل. دابا خاصك المشكل اللي وقع شنو احمد؟ المشكل اخويا اللي كان وقع هو ماما بحال علاش كتهضر بشي حوايج عليا بشي طريقه ماشي هي هذيك. التفاصيل. بحكم انني شويه الحاله علاقه بالحال، المهم كنجيب نهاري وقدام بخير. غير هي كانت كتمنى لها شي واحد اللي يكون شويه لاباس عليه، ولا ما عرفتش كيفاش شنو سميتو اخويا. انا تزيرت ما ملي هضرت معاها مع عند امها ولا ما عندها هي؟ لا، سمعتها من عند امها. ومني هضرت معاها هي قلت لها شنو هاد المشكل هذا، قالت لي ماما بغات لي غير الخير وكذا وهذه، وانا ما مرا ما قالت لك شي حاجه ديال الله. قلت لها راه مشكل، راه ضرتني هاد الهضره هذه. واخا تقول لي لا خصك دير ليها وخصك تفعل ليها وخصك دير ليها، لا انا بقى في الحال. لا اخويا، هذا ما خصوش يكون من ناحيه ديال انه فوالا السعاده والفرحه، ما عندها علاقه بالماديات اخويا. وكان نفهم انا وياها، كنا مفاهمين، كنا بحال السمن المعسل، واخا انا كنت كندير دي فوت لي كبار وتجاوزتهم ليا قبل ما تخطبوا في الحقيقه. مثلا؟ لا، مثلا حصلت عليه شي تخربيقات مع، ولكن ما كنستغيو معاه في الاول من يلاه كنا بادين. من بعد ملي بديت كنحس براسي كنبغيها والي صافي، جمعت راسي وجيت تقدمت لدارهم وما كنفكرش شي حاجه اخرى من غير هي. ملي جا هذا المشكل تفارقنا صافي، كل واحد طريقه، ما انا بقيت مغير، هي عاوتاني بقات كتعيط ليا وهادي. المره الاولى انا قلت لها بعدي ملي قلت لها صافي هذه الهضره هذه، قلت لها ما كنت سمعتها من عند ماما غير بوحدها، قلت لها ماشي مشكل، قلت لها ولكن راه جيت عندك انت وكنهضر معاك وكنحاول نستفسر منك شنو كاين، شنو بغيت غير تقنعيني. قلت لها كتقولي لي لا، راه ماما قالت غير الكلام ديال الحق وكذا وهذه. انت ديك الساعه ما عجبكش الحال؟ انا ديك الساعه ما عجبنيش الحال، فوالا ديك الساعه ما عجبنيش الحال، ورغم انني راه كنبغيها مومو لواحد الدرجه ما كتصورش. انت شك فيها؟ انت واش شك فيها احمد على انه زعما تكون كتشوف شي واحد اخر؟ انا شوف، انا ماشي كنشك فيها، انا عمري ما شكيت فيها 100% بحكم الحياه تعلمتني كنحط احتمال. مؤخرا دابا كتلاقاو عادي؟ كتلاقاو دائما كل نهار كتهضروا؟ كنتلاقاو وقت اللي كيكون عندي فعلي انا في الخدمه، كنخرج من الخدمه كنعيط لها كنتلاقاو عادي. داك الشيء غير هو شي تفاصيل اللي كانوا شحال هذه بداو ما يبقاوش. دابا العلاقه وقعت فيها تشويش. دابا انتما احمد 5 سنين انتما بعضياتكم مصاحبين، 7 شهور درتوا الخطوبه، في 7 شهور 3 شهور حبستوا العلاقه، وفاش رجعتوا انكم مصاحبين ولا مخطوبين؟ رجعنا مع بعضياتنا. قلت لها شوفي، هاد الوقيته اللي احنا مع بعضياتنا غادي نبقاو مع بعضياتنا، نشوفوا نعطيو راسنا واحد المهله واش غادي نعاود نتفاهموا ونرجع المياه لمجاريها. مرحبا. ما تفهمناش، راه كل واحد غير في طريقه. وانا مني واحد النهار كنهضر انا وياها، جوج ديال العلامات اللي حسيت بحال زعزعوني شويه. واحد النهار كنهضر انا وياها، قلت لها واش قلتي لماماك راه رجعت انا ومحمد وهادي؟ قالت لي لا، ما قلتهاش لها. قلت لها علاش؟ قالت لي ما بغيتش نقولها لها دابا، ماشي وقتها، ماشي بلاش كتعطيني شي مبررات باش هما هادوك. ثاني واحد النهار بغيت نشوف التليفون ديالها، ما خلاتنيش. انا انتم عندكم القضيه ديال كتقلبوا التليفون بعضياتكم؟ كنترول؟ لا، ما كاينش كنترول، هي اللي كانت كدير كنترول. قبل مني كنا مصاحبين في الاول،
فأولا على يقين أن الباقة مؤخرة من رجعنا ولا قبل ما رجعوا من كنا مخطوبين باقة كدير كونترول تليفون دونك هي عندها شي شي خرباق في البيسي عندها داخل ليا التليفون أنا ما سوقيش في داك الشيء ما كنبغيش ندخل فيها ولا دبر راسك المهم أنا نصالح مع داك الشيء أنا ما خصنيش نوقف الوقت دابا أنت اللي وقع لك أحمد دابا أنت غادي تمشي للتست باش تعرف شنو غادي دير ياك فوالا الله يرحم الوالدين باش تعرف شنو غادي دير باش تكمل ولا تهبس حاجه بغيت نقول لك انا راه كيف ما كان سميت كيف ما كان النتيجه راه غتبقى المهم نتمنى تكون النتيجه زوينه وصافي احمد العلاقات وفي الصحبه باش كتكون مصاحب مع شي بنت وفاش كدوز الفتره الخطوبه والمعقول الزواج العائلات كيدخلوا العائلات هما كيدخلوا في العلاقه واخا فاش كيدخلوا العائلات في العلاقه خاصك تقبل اي حاجه والحرب اللي كتكون صعيبه بالنسبه ليك نتايا وبالنسبه لها هي هي الهضره ديال والديك شنو كيقولوا نتايا وشنو كيقولوا والديها عليك نتايا حيت والديك والديها هي ما كيعرفوكش انت كيفاش داير خاص واحد في المرحله هذه اللي الولد ولا البنت كيتعرفوا على الاب الوالدين ديال البنت ولا ديال الولد خاصو غادي يكون قوي خاصو ما يخليش اي هضره تاثر فيه المهم غادي نعيطو الملاك نجربوها حتى لا شروط مهمه جدا في المشموم تاس ما مشو هو تاس يقدر يكون بوسيب نيجاتيف تبقى تعزك انت ما تعزكش انت الا ما عزتك انت غير بلاتي احسن وتايتا خصك لا بد تهضر معاه في الاخر باش ما كان واخا احمد نعيطو الو 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 السلام عليكم اش اخبارك لاباس عليك الحمد لله الحمد لله كيف فيقتكم ناس لا نقدم لك راس مرحبا لالا نقدم لك راسي معك فاتي من شركه ورد المغرب حنا واحد الشركه كان مقر ديالنا في الرباط وحنا كنبيعوا الورد ومره كنديروا واحد ومره كنقطعوا التليفون غادي نعاودوا نعيطوا احمد الو وي لالا تقطع لي الخط وي نقدم لك راسي لالا حنا شركه ورد المغرب معك فاتي لالا حنا من شركه ورد المغرب حنا كنبيعوا الورد شكون اللي عطاكم النمر تيطلعوا عليا انتو ما نطلعو ما نهبطو واخا كمل اش اخبارك مالك ما نطلعو ما نهبطو كي داير لاباس عليك بخير الحمد لله وانت بخير الحمد لله لاباس عليك لاباس انا كبير هذاك مرحبا مشرفين راك معنا في المشموتات كل ما عيطنا باش نعيطو عليك ما عرفتش كيفاش ما عرفتيش كيفاش ما عرفتيش شكون ما عرفتيش علاش نطلع عليكم تاني شويه طلع على بعضنا طلع ما والو لا شوف عايزين واحد القضيه مالك في المشموتات ما خصك لا تطلعيها لا تهبطيها فين مشينا دابا شنا اون اتونت شنا دوبل ابل الو ها مالك ما كتسمعنيش دابا كنسمعك دابا وي كنسمعك دابا كنسمعك دابا شكون اللي معيطنا باش نعيطوا لك باش نجربوا كمالك ما عرفتش واخا ندوزو ليك هضر معاها الو الو عرفتيني ولا ما عرفتيش احمد واش ما عرفتيش هبيضه اي اي وليت عيط لماما واخا عليك واخا واشي شحال عندي من غيرك اللي ما فيش عليك سيدي نهار كبير هذا علاش ما كنتيش حمد من الاول لا قلت احمد انا كنهرك على الميوت بحناكي قلت ما سمعناهاش واخا واخا احمد وي خويا مومو شحال ما شحالش لا شحال النجاح وجبريان مش ماما ما تقيش ودي لي اخويا تكلف اخويا تكلف شكرا مو شكرا بزاف انا كبيره دابا الله يكمل لكم بالخير ميرسي فاتي انت يا قولها شكرا ربي يخليكم مرحبا مرحبا بقيتي على خاطرك احمد الله يحفظك صافي شكرا واخا خويا دير معنا المشموم داس 0530 300 0530 300 300